السلام عليكم ورحمة الله. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في وصية غالية نفيسة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. ركز كده إن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين قول الخير وبين الصمت في الأجر وفي الثواب، بل إن الصمت في كثير من الأحيان يكون أفضل من الكلام. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضوان الله عليه وأرضاه يقول حينما أخذ بطرف لساني: هذا الذي أوردني الموارد. يعني إيه أوردني الموارد؟ يعني أنا ما سلكتش طريق خير أو شر إلا بلساني. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا من حصائد ألسنتهم؟ وسيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه يقول بكثرة الصمت تكون الهيبة. هيبة الإنسان ما لم يتحدث، فإن تحدث كشف عن شخصيته وعن علمه وعن تفكيره وعن عقله وعن أمور كثيرة جدا. وقال أحد الصالحين: الحكمة 10 أجزاء، 9 منها في الصمت، والجزء 10 في اعتزال الناس. ولذلك الصمت في كل المواقف خير كثير. اصمت تسلم، تغنم، تفز. فالصمت وقت الفوز ثقة، والصمت وقت الغضب قوة، والصمت وقت العمل إبداع، والصمت وقت الإساءة حكمة، والصمت وقت السخرية ترفع وتنزه، والصمت وقت الاستفزاز انتصار، والصمت وقت نصيحة الناس أدب ووقار، والصمت وقت الاحتياج عزة نفس وإيمان بقدرة القادر المتعال، والصمت وقت الحزن شكوى لله سبحانه وتعالى وحده، وهو مذهب يعقوبي قال الله فيه في القرآن: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فإياك أن تنطق بالكلام قبل أن تتفكر فيه، وإياك أن تنطق بلفظة قبل أن تتفكر هل هي لك أم عليك، هل هي في ميزان الحسنات أم في ميزان السيئات. واحترز جيدا من قول رب الأرض والسماء في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اوعى تستهتر بالكلمة، فالإيمان بكلمة، والكفر بكلمة، والزواج بكلمة، والطلاق بكلمة، والجنة بكلمة، والنار بكلمة. ندخل الإسلام بكلمة ونخرج من الإسلام بكلمة. فمن صمت فاز في كل المواقف وفي كل الأوقات وفي كل الأحيان. صباحكم أمل، صباحكم رحمة، صباحكم صبر، صباحكم صمت إلا في الخير، صباحكم ذكر معطر لله سبحانه وتعالى، صباحكم صلاة على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم.